بوليدا هو النقطة صفر لوباء الكوليرا. النتائج كشفت عنها التحاليل التي أجرتها المخابر الولائية ومعهد باستور، والتي بينت أن مياه ابن عزة تحتوي على نفس الجرثومة المسببة لوباء الكوليرا، وفورا كانت الإجراءات استعجالية. نشير أنه لوشولاج نتاع لي زويزي الحقيقة بدا صافي يومين أو ثلاث أيام من قبل كما راكم تلاحظوا. دونك هذه المياه القذره جميع الاوديه بالولايه الرئيسيه اللي توصل كاع للحوض تاع بلاد بن خليل وبن شعبان راه تم يعني لوشولاج تاعها بالطريقه التقنيه لا كلوري دوشو ونيفو دي باسان تاع النيفو تاع المجرى المياه، وبالتالي نطمئن المواطن انه لا خطر ان شاء الله من الان فسابق فلاحق. التحاليل المخبرية جاءت لتؤكد مرة أخرى سلامة الخضر والفواكه الموجودة بالأسواق وكذا مياه الحنفيات، فكلها خالية تماما من جرثومة أوغاوا. جابوا لنا كاع الفواكه والخضر، كاع واش كاين فواكه الخضر، الدلاع، البطيخ، كاع الفواكه، وحنا درنا لهم فايت 160 الاخر بريلامون، وصبناهم كاع ما شاء الله كاع نيجاتيف ما فيها حتى الاخر. وادي بن عزة بالبليدة الذي يجتاز حي بن عاشور وبن تام وخزرون بابن مراد وصولا إلى شاطئ مازافخون بالجزائر، تم التخصيص له أكثر من 6 ملايير سنتيم لتغطيته بكل المناطق المجاورة للمجمعات السكنية.